قال لي خصك تحيد حوايجك كلهم. قلت له انا كنت عندكم علاش غنحيد حوايجي؟ انا اصلا من زنزانه لزنزانه انا قريب، علاش ما فهمتش؟ انا باقي فوق الحبس وغتعريوني؟ قال لي هذه هي الاوامر وهذه هي المذكره اللي جايه انا عند السيد المندوب، المذكره ديالو هكا. قلت له لا ما نتعراش. قال لي لا غتعرى. قلت له لا ما غنتعراش، حيت كنتغنى معاهم فهمتي. قال شوف غير حيد حوايجك وحنا راه رجال بعضياتنا. قلت له شمن رجال هادشي؟ راه ما فيهش الرجوله، الا كنتو نتوما رجال راه تردوني انا ماشي راجل شماته. انا واحد الساعات بغى يقلب لي المؤخره ديالي بيديه، قلت له ما تخيصنيش. دخلوني للزنزانه ديالي صافي. بقيت اثنين ثلاث، غايجي واحد النائب الثالث رئيس الحي عاوتاني. النائب الثالث رئيس الحي سميتو احمد، جا استفزني تما واحد استفزاز اللي بطريقه غريبه. جا لعندي تيدوز لابيل هكا مباشره، وقف لابيل. قلت له انا بوحديتي في البيت غنوقف لابيل، راه عادي ها انايا. قالت راك شتيني وعادي. قال لي لا غتوقف بحال هكا. قلت له انا واقف. واحد الساعه قلت له السي احمد واحد الدقيقه نهضر معاك. قال لي شنو؟ قلت له الله يحفظك داك الشكايات خصني رقم الارسال ديالهم اللي صيفط. شنو يقول لي؟ قال لي دبر راسك معاهم. قال لي قول الرئيس الحي انا كندوز غير لابيل، هو كيهضر معايا ومع موظفين متدربين هذوك اللي في طاجير جايين تما بهم بزاف واقفين معاه، يعني عادي ما كاين حتى شي حاجه. قلت له صافي، الا كان المدير انا نكتب عاوتاني للمدير نقول له يعطيوني رقم الارسال ديال الشكايات ديالي باش نعرف هادشي واش مشى ولا لا. صافي واحد الساعه مشى، واحد الساعه شتو جا عاوتاني وبدا كيخرج في المساجن. انا ما عرفتش اش يخرج، كل مره كيدي سجل للكريف يعني للديتونسيو وكيولي يردوا لبلاصتو، ولي يدي يخرج الاخر يردوا لبلاصتو، يخرج الاخر يردوا لبلاصتو. ملي رجعوا للمساجن واحد الدري من تما قال لي اخويا المجاهدي راه سولونا عليك، يدونا وكيسولونا عليك. قلت له علاش اخويا يسولوكم عليا؟ قال لي راه تيقول لك بان انت كتحرضنا على المشاكل في الحبس وكدير انت الضوضاء هنا، بقيتي كتزدح في الباب. قلنا لهم لا. وبانك قالوا لنا واش منع الموظفين يدخلوا لهنا المتدربين، كان اتهموني انني منعت الموظفين يدخلوا للتماكينات، ويعني وما طعتهمش في الاوامر ديال امتثال الاوامر ديال 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 الموظفين. انا ما فهمت والو، عمروا عليا واحد التقرير وصيفطوه للوكيل العام. واخا علاش بلاطك؟ علاش؟ انا نقول لك علاش، انا دابا غنوصل لك علاش. عمروا داك الشيء هذاك وصيفطوه للوكيل العام. واخا داز ثلاث الاربع جاو لعندي انا الزنزانه، جا عندي النائب الثالث ديال رئيس المعقل مينطني هو وديال الامن اللي تما، الامن الانضباط والامن جا لعندي مينطوني يدي اللور وقالوا لي غتمشي للمحاكمه عندنا هنا في الكريف، يعني المجلس التاديبي ديالهم. شنو هذا المجلس التاديبي عاوتاني؟ قال لي غادي تحاكم عند المدير اللي غيحاكمك باش اما غيعطيك الكاشو ولا غيشوف شنو غيدير معاك. قلت له اش غيعطيني الكاشو؟ شنو درت؟ قال لي وانت غتمشي وغتعرف. داوني جلسوني في 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 الكريف تقريبا فوق 20 موظف دايريني في الوسط، انا بالمينوط في الكرسي، المدير جالس في البيرو مقابل معايا هكا وبدا كيقول لي شي مسائل اللي ما تدخلش دماغي. قال لي بان انت منعتي الموظفين يدخلوا وسبيتي الموظف احمد ودرتي لنا الضوضاء، بقيتي كتزدح في البيبان وما المهم عم غير الكذوب في الكذوب. انا ما داير حتى شي حاجه من هذا الشيء نهائيا. مسدود عليا الباب، غنمنع الموظفين، غنطردك انا سيبير بوي ولا سيبير مان، غادي نضرب الباب غطردك وغنخرج وغنكالي داك الموظفين وغنردهم، والموظفين قوه والحميه كتغلب. قلت له واش هذه دخل الدماغ؟ قلت له استاذ دابا انت تثق بالموظفين، داروا لي تقرير هكا. قال لي وانا غنكذب الموظفين ديالي ونتيق بك انت اللي غير مجرم.
قلت له انا ماشي مجرم احتراماتي. قلت له حاشاك انا ماشي مجرم. قال لي هادشي ما كتقولوا ديما انتم ما مجرمينش والبوليس والبوليس معدين عليكم وحنا معدين عليهم. قلت له لا البوليس ما تعداوش عليا اللي امروا التقرير احترموني وقدروني. ها علاش شديت علاش شديت؟ انا ما تنسرق ما تنبيع حشيش ما تنبيع غبره ما كنادي رزق عباد الله ما حتى شي حاجه. انا ربي اللي عالم بيا وما تندير حتى شي خطا. انا ماشي من الخارجين على القانون. انا كنحترم القانون ديالي البلاد ديالي. دار فيا ديك الكشف واحد شفت قباح صافي قال لي عندك 15 يوم ديال الكاشو. قلت له علاش يا استاذ الكاشو عاوتاني؟ اصلا راني في كاشو راني في عزله راني تنخرج غير بوحدي. واش كاين شي تعذيب اكثر من هذا؟ كاين شي تعذيب نفسي اكثر من هذا؟ راكم معذبيني تعذيب نفسي هذا. قال لي عندك 15 يوم ديال الكاشو صافي نوض. جاو الموظفين هزوني من يدي طان طان زيد داوني الحي ثلاثه دخلوني للكاشو. لك حي ثلاثه ماشي في بيتي. الكاشو شنو هو الكاشو؟ هو ان ما تاكلش دانون ما تاكلش الحليب ما كاد الحانوت ما تاكلهاش وصافي. كتبقى تاكل غير الصوبا ديالهم اللي عامره بالبلاستيك وتاكل واحد الخبيزات الله يسمح لنا كي دايرين داكشي كيخلع. صافي داكشي ديال الحبس. وملايات تيجيبوا لك واحد ثلاثه ولا اربعه ملايات زورق وداك الكحل ديال القدام هذوك الكحل اللي حرشين دخلوني لتما. جي دخلوني للكاشو قال لك خصنا نعريوك كامل. كلاش غتعريني؟ جا عندي رئيس الحي وواحد النائب ديالو موظفين قال لي خصك تحيد حوايجك كلهم. قلت له انا كنت عندكم علاش غنحيد حوايجي؟ انا اصلا من زنزانه لزنزانه انا قريب علاش ما فهمتش؟ انا باقي فوق الحبس وغتعريوني؟ قال لي هذه هي الاوامر وهذه هي المذكره اللي جايه انا عند السيد المندوب المذكره ديالو هكا. قلت له لا ما نتعراش. قال لي لا غتعرى. قلت له لا ما غنتعراش بقيت كنتغنى معاهم فهمتي. قال شوف غير حيد حوايجك وحنا راه رجال بعضياتنا. قلت له شمن رجال هادشي راه ما فيهش الرجوله الا كنتو نتوما رجال راه تردوني انا ماشي راجل شماته بحال هكا. بقيت نتغني معاهم هكا 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 في الاخر كنتعرف كنا يا ما تعرفش. في الاخر المهم ما نكذبش عليك حيدت السروال ديالي وتعريت ما حسبي الله ونعم الوكيل ودورت حال المؤخره ديالي للحيط هكا ما يشوفني حتى واحد. درت الحيط هكا قلت له دابا شوف القدام لا بغيتي تشوف بحال هكا انايا شوف ها هو كذب عليك. قلت له شوف عندي ما ندير اما اللور ما تشوفش بحال هكا. جا قال لي راه حنا رجال بعضياتنا. واحد الساعات بغى يقلب لي المؤخره ديالي بيديه. قلت له ما تخيصنيش تخربيق مش انايا روبو انا عندي شنو عندي بحال هكا. واحد الساعات باقي تيديروا هكا وتم جايين النائب الثالث رئيس المعقل قال له لا 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 غير قول له يلبس حوايجه شو ولا تريكي يقول له يلبس حوايجه ما غاديش نديو لهذا الكاشو غنديو لبلاصه اخرى. ما فهمت والو. تقريبا شي ساعه ولا ساعه الا ربع وانا تما كاينات معاهم في ذاك الاخر صافي وليت تلبس حوايجات قلت الحمد لله بدا طنطن لبست حوايجي. فين غيديوني؟ يديوني الحي سبعه الحي الامني. هذا الحي الامني حسبي الله ونعم الوكيل راه غوانتانامو ارحم غوانتانامو ارحم. هما عراوني المره الاولى في حي ثلاثه غيديوني عاوتاني الحي الامني عاوتاني خصني نتعرى. منين دخلوني الحي الامني حيدوا لي عاوتاني حوايجي بنفس الطريقه لابارايات الروينه لبسوني واحد اللبسه ديال الحبس حمراء ديال الاعدام هذوك الحمر اللي كنا كنجيوهم في الافلام ديال الاعدام. لبسوها ليا حيدوا لي الصنداله حيدوا لي كل شيء عطوني واحد الصابو ابيض والصد ديك الساعه الشمس الحار. ياك ما تهربتي لهم مع العناصر ديال القاعده. والعناصر ديال القاعده ما دايرينش معاهم هكا كراهم صاحبي الله يهديك. راه كان غير بعد انا نعطيك حتى شحال من شخص تما. في غوانتانامو واخا مباشره. المهم قلبوني عطاوني ذاك الحوايج الحمر داوني لواحد داوني لواحد واحد البيت واحد الرقم 13 حدا واحد المعتقل سميتو محمد الدغاي تا هو راه تما كاينات محمد تا هو يوتيوب بولز راه معروف. داروني حدا تما انا باقي ديك الساعه ما تنعرفوش. دخلوني لتما كاينات كي داير هذا البيت كي داير هذه الزنزانه بالبلاندي بلاندي نفس الهواء ما تدخلش. كاين البلاصه اللي تنعس فيها تقريبا فيها جوج شبوره المهم اكثر من القبر شي شويه اش ما نقولوش جوج شبوره وشي اربعه لي صابع. القبر شحال فيه شبر واربعه لي صابع ولا جوج؟ لا شبر شبر الله يربي السلامه فهمتي يا ربي السلامه ما عليناش.
جوج شبوره اربعه د الاصابع، جابوا لي ملايات ديال الحبس داروهم لي تما، جابوا لي واحد اللباس داخلي الماء السليب ديالهم ومقطع قديم، واحد السليب كيعقل عليه بحر الرودة، واخا جايبين لي واحد المصيبه كحله عاوتاني تا هما قدام. المهم لبست داكشي معايا واش غنعمل، غنست راسي انا ما فهمت والو، قلت دابا اللي قالوه نديروه. صافي سدوا عليا تما كينات طواليط، طواليط حدا الراس ديال ميتا النعاس، الطواليط حدايا، الريحه خانزه، ريحه خانزه كطلع البيت كينكسور بالخنز. شنو نقول لك، حتى البلاصه اللي غنتمشى فيها فوسط داك الزنزانه فيها خلفه طواليط، وهذيك خلفه طواليط، وهذيك خلفه، فهمتي كيفاش؟ ها الطواليط ها البلاصه اللي غنتمشى فيها خلفه، وها الباب بلاندي، والباب كي داير بلاندي غليظ، وفيه زجاجه صغيره هكا، وفيه قيشيه هكا طويله من تحت تيحلوها. واخا هاد القيشيه هادي ملي كتجيك الفسحه كتبات لي بنت الليله الاولى، لا غدا غيخرجوا لي الفسحه، قلت راه نخرج شويه الفسحه كي دايره، منين جاو كي غندير نخرج، ارا يديك من الدالور حتى الدور، كنعطيهم يدي هكا تيمين طوني بالمينوط عادي يحل الباب، وتديني الفسحه كي دايره الفسحه، كاين قفز الحديد، وهذيك الفسحه فيها 10 القفوزه، تخرجوا تقريبا سته فيها خمسه ديال المعتقلين كلهم بالمينوط، وكيدخلونا بداك اللبسه وبداك القفوزه هكا، كنبقاو في القفوزه ساعد المكانه، كتبقى تما ساعد المكانه تيجي. كاين واحد رئيس الحي تما اللي معدي حقار، يعني اصلا كان جا عقوبه من العرايش ولا ما عرفت، المهم شي سجن اخر جابوا عقوبه تما، ودايرين هو رئيس الحي. واش غنقول لك، عنده البشر بحال 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 البخوش، تيزطم على بخوشه، بخوشه راه تبقى فيك تزطم فيها، هذا عنده البشر بحال البخوش. واخا ساعد المكانه وتيردوك عاوتاني 23 ساعة تما كتبقى نفس الطريق، كيتبدلوا الموظفين ديال العشية، وأي هضرة بغيتي غير تهضر من تايب وحديت كيتقيد كيكتبوها وتيعمروا التقارير بالكذوب، وشي تعدو كاين تما ما فيه ما يتشاف، تليفون كتهضر مرة في الأسبوع من اثنين لاثنين تيخرجونا، تيعطيوك 10 ديال الدقائق تهضرها مع عائلتك، وكيفاش غتهضر مع عائلتك؟ هادشي حتى في حي ثلاثة، غير حي ثلاثة كاين واحد لافونتاج كيعطيوك تهضر ثلاثة المرات في الأسبوع، اثنين الأربع الجمعة، 10 دقائق، ولكن في حي الأمني وتفع في حي ثلاثة كيوقفوا عليك جوج كيسمعوك شنو كتقول حداك. أما في حي الأمني شنو تيديروا؟ تيقول لك عطيني النمرة اللي كيخرجوك بالمينوط، غتهضر بالمينوط، كيدوزوا النمرة. بين قوسين علاش سميتوا الحي الأمني؟ أه علاش سميتوا الحي الأمني؟ اودي هما مسمينو حي امني، هما زعما كيبغيو يعطيو داك الدليل ان هذا دايرين مع الامنيات، خطير تيردوك، خطير عنصر مجرم صعيب تقدي لهم التحريض، تيعمروا عليك اللي عجبهم. باش قلنا قبيله شويه الاسباب اللي باش عمروا علي هذا الشيء باش يديوني لتما، والاسباب ديال هذا الشيء كلها هي ان عبد العالي باغينو مثلا شافو مدوز الحبس ودوز بزاف التكرفيس، قالوا راه مريض نفسانيا ممكن انه يشنق راسه ويدير مشناقه يدير شي حاجه، كيحسبوا انا راني كنرضع بعيد غير غنشلق راسي، فهمتيني؟ ولكن علاش انت ما كتشكلش واحد الخطر زعما على المجتمع؟ انا ما فهمت حتى شي حاجه، ما عرفتش علاش دايرين معايا هكا. يعني بعد خروج ديالك من السجن والفتره ديال المحاكمه في قانون الارهاب، يعني خرجتي يعني تبرأتي من داك الفكر. هما عارفين الموظفين، المدير تيعرفني، كلشي المسؤولين تيعرفوني داخل السجن، وكلهم بالعكس تيقول لك حنا متبعين الفيديوهات ديالك وشنا داك الشيء. بعض الموظفين باش نهضروا، ماشي كل الموظفين قباح، وماشي كل المدراء قباح، راه كاين ولاد الناس، وكاين الناس اللي كيطبقوا القانون بالحذافير ديالو، القانون 23-98 تيطبقوه، يعني كيعطيو الحق للمعتقل، كيعطيو الحق لاي العائله المعتقل، لكلشي. ولكن كاين موظفين ولا مدير اللي كيقرنصوا، يعني تيشوفوا واحد المعتقل اللي تيحافظوا عليه حتى هما، هذاك اتونسيون زيروه، ديروا له، فعلوا له، تركوا له الى اخر، فهمتي؟ بحال دابا انا هكا كيديروا لي، علاش؟ لانني دوز في قانون الارهاب. لا السؤال، من له المصلحه في التضييق على المجال؟ هما قالوا هادشي من الاداره، قلت لهم انا هادشي علاش؟
انا غنوصل الهضره اللي قالوا لي كامله، انا راه غنقول كل شيء، انا راه ما نخبي حتى شي حاجه، راه قلتها لهم انا لداخل قلت لهم هو لا سكت، قلت لهم شي هادشي اللي كديروا لي والله ما نسكت عليه، والله تيوصل لاعلى مستوى، كما كاينين القباح في البلاد كاينين الناس الزوينين اللي يشدوا لي حقي، انا ما غنسكتش على هادشي هذا. واخا من بعد ان تليفون كما قلنا الهاتف يعطيو لي مره في الاسبوع، صور السماعه كيشدها كيدوز الخط وكيسمع الزوج المراه هي الاولى كيسمع لي مراتي كتقول الو، عاد هو تيقول لها مراتك هاك، وانت تسمع لي الصوت دمراتي ولا مراتي كتبغي مسكينه تدخل عليا الصوره تقول لي الو حبيبي الو، شي هضره راكم عارفين ديال المراه كما قال عليه الصلاه والسلام ان المراه اذا كلمتك سرتك، كتبغي تقول لي شي هضره زوينه، اسمع انت حبيبي وانا نسمع غير الو، انت تدي الحب وانا ندي العذاب، هذا ماشي كارثه والله الا بصح، مراتي عارفاني كنعيط مسكينه كتجاوبني بواحد الجواب اللي غادي نفرح انايا داخل الحبس، وما تيشد تياخذ لي حبيبي، علاش تاخذ لي اخويا تقول لك انت حبيبي، عاد تعطيني مي كنقول له انا قلتها له، قلت له علاش اخويا هو واخذ لي حبي، علاش واخذ لي حبيبي، عاد تيضحك الموظف قال لي هاد الهضره عبد علي كتقول، قلت له لا ما ديرش السماعه خصني انا ندير انا، قال لي احنا غير الاوامر، قلت له خذ لي مراتي سير لي للدار جيبها عندك قول لي الاوامر، واخا تليفون هكاك، هذه هي الطريقه ديال التليفون، كل اثنين. الزياره، الزياره تما كنمشي كيديوني مره في 15 يوم الزياره. بالجاج داير لي الزاج وبوحدي في الزياره. تصور اقسم بالله الا ذاك رئيس الحي ما عنده الوجه ما كيستحياش، وتصور السيد في السن ديالو 50 سنه وتيجي حاشاك تيجلس دابا هكا الزوجه ديالي مقابله معايا الزاج هكا، انا هكا عاطيه بالدار، انا عاطيه بالدار وواقف ومراتي هكا مزاج ليه مع البنيه صغيره، تيجي هو وموظفين اخرين وتيفرق حاشاك ركابي في خاضو هكا ويتكا ويبدا يدير في المراه ديك ها ويبتسم، كيستفزني يستفزني ويستفزني انا، المراه كدير فيا وكتولي ديرها كدور كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، عاوتاني يولي، وانا قلت له اخويا واش شاف راه واش تخربق، كتولي في المراه ديالي وانت راه خصك تحضني انا، كاع الا كان شي امنيات وشي تخربيق ودور الكرسي وشوف فيا انا ونشوف فيك لي راجل بحالي بحالك وشوف نطيع عيني، راه ما نطيحهاش وخا تعميني، مراتي ما تشوفليش فيها هكا بهذه الطريقه، قال لي انا راه شنو تنشوف عادي، قلت له فرق رجليك زعما كتبين لا كتبين لا زعما راك صحيح، قلت له الخط ديالك، مراتي انا الحمد لله قانعه براجلها وحنا الحمد لله اسبوع انا فورمتي ما تبانش حداها انتايا، وهكا كنهبطوا الراس والو، امشى وعاوتاني اللي داروا فيها فيلم وعمروا عليا تقرير وردوني درت الفوضى، ما تهضرش على حقك، تهضر دغيا عمروا وكذبوا وراه داروا فعلوا وترك ودغيا حيدوا لي الوقت وصافي سال الوقت وزيد دخل ودغيا ما ينط اللور عاوتاني كي ما ينط كيدوني بالمينوط حق الزياره ويردوني بالمينوط عاوتاني للزنزانه، المهم حسبي الله ونعم الوكيل، دوزت صبرت الشهر الاول تما دخلت في عيد ربع الطعام، دخلت في عيد ربع الطعام